الاستاذ خالد بقالي هيئه فاس. بالنسبه للجلسه ديال اليوم مرت في ظروف عاديه. الهيئه القضائيه تمت المنادات على المصرحين ديال المحاضر، كذلك تم المنادات على المشتكون. الدفاع ديال المشتكون تسبق كطرف مدني، والتمسوا مهله لاعداد الدفاع. المحكمه على هذا الاعتبار قررت تاخير الملف الجلسه ديال 31 شهر 5 اللي تعطات فيه مهله للدفاع ديال المطالب بالحق المدني. كذلك بهذه المناسبه احنا التمسنا وجدنا الطلب ديالنا ديال الرامي الى تمتيع المؤازر بالصريح المؤقت، على اعتبار ان الملف تاخر الجلسه ديال 31/5، على اعتبار ان المتهم هو له كافه ضمانات الحضور للجلسه. وكذلك اشرنا على ان الحدود هي مغلقه بالنسبه للمتهم، وهو اجراء كافي باش نتابعوا المتهم ولتحقيق المحاكمه العادله. المحكمه غادي تفوت المتماس ديال الصريح المؤقت في اخر الجلسه ديال اليوم. هذا هو الملخص ديال الجلسه اللي دازت. بالنسبه للمصرحين جاو كاملين اليوم؟ كاين المصرحين اللي حضروا الجلسه وتخلف بعض المصرحين. شو الاجراءات اللي وتم تغريمهم بغرامات؟ الدرام. وبالنسبه للتهم مازال نفس التهم؟ وبالنسبه للتهم هي تبقى في جميع الاحوال هي مجرد تهم، لان ملي كنقولوا التهمه راه ما كنقولوش الادانه. المتهم في القانون هو بريء في اي حال من الاحوال، هو كيبقى متهم بريء. الادانه كتكون بعد مناقشه ديال الملف وبعد استماع جميع الاطراف وبعد مواجهه المتهمين تصريحات المصرحين والمشتكون، وبعد الاستماع لجميع المتهم واستماع الاقوال ديالهم والدفاع ديالهم وبعد المرافعه ديال المحامون ديال المتهمين، انا ذاك كتكون المحكمه عندها الملف جاهز وكيمكن لها تكون القناعه ديالها باش تثبت الملف. اما باش نقولوا التهم ربطوها بالادانه، المتهم حنا عندنا بالنسبه لنا هو بريء الى ان تثبت الادانه ديالو. واخا بالنسبه لكاين شي هيئات من الصبر اصلا اطراف مدنيه في هذا الملف؟ كاين اطراف مدنيه، كاين واحد جمعيه الحقوق الانسان، الجمعيه المغربيه حقوق الانسان، صفت كطرف مدني في الملف وتمست مهله لاعداد الدفاع.